السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله معانا منهج كونكت للصف الثاني الابتدائي بالترم الأول، والنهاردة أول حلقة في شرح منهج كونكت، ومعانا يونت 1، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين، دي أول حلقة، والنهاردة بنتكلم عن يونت 1 أو الوحدة الأولى، meet my family. meet يعني يقابل أو أقابل، my family، my family يعني أسرتي عائلتي، meet my family يعني أقابل أو قابل عائلتي. وطبعا واضح جدا إن احنا بنتكلم عن الأسرة الجميلة بتاعتنا في يونت 1. وتعالوا نروح لأول صفحة، وأول حاجة بناخدها طبعا في منهج كونكت listening and reading. listening يعني الاستماع، and reading والقراءة. طبعا ده بيكون في lesson 1 and 2، يعني في الدرس الأول والتاني في يونت 1 أو في الوحدة الأولى بنتعلم إزاي نستمع للكلام ونفهم كويس، وكمان إزاي بنقرأه بشكل سليم وبشكل صحيح. وهنا طبعا بيقول لنا look، انظر، listen، استمع، and repeat وكرر. طبعا مهم جدا إن انتوا تكرروا ورايا الكلام اللي أنا بقوله علشان تعرفوا تنطقوه بشكل سليم بعد كده. look، انظر، listen، استمع، and repeat وكرر. مرة كمان، look، انظر، listen، استمع، and repeat ثم كرر أو وكرر. وطبعا هنا جاب لنا صورة جدو الراجل العجوز وصورة بابا وماما وهما معانا. فهنا بيقول لنا تحت صورة الراجل العجوز ده بيقول لك this is my grandpa. This is هذا هو my grandpa. grandpa يعني جدي. my grandpa. grandpa يعني جدي. وممكن نقول grandfather، بس هو هنا كاتب grandpa، يبقى this is my grandpa. نقول مرة كمان this is my grandpa. مرة كمان this is my grandpa. وهنا صورتي أنا وبابا وماما هما معايا. بيقول لك زيس، طبعا زيس هنا بتيجي للإشارة للجمع. آر هنا آر يكونوا، زيس آر هؤلاء هم my parents. my parents يعني والدي. هنا قلنا على جدي زيس إس لأني أنا بشاور على حد واحد. زيس طبعا زي ما عرفنا في منهج سنة أولى إن زيس بتيجي للمفرد، لما بشاور على حاجة واحدة بنقول عليها زيس يعني هذا. وطبعا بتكون زيس للحاجة اللي أنا بشاور عليها بتكون قريبة مني في المكان. لما بتكون حاجة قريبة مني بقول عليها زيس، وتكون دي حاجة واحدة. لو مجموعة حاجات أو مجموعة أشخاص بقول عليهم زيس زي ما احنا شايفين قدامنا، وبرضو بيكون قريبين مني في المكان. زيس آر هؤلاء يكونوا my parents. my parents يعني والدي. These are my parents. مرة كمان، These are my parents. هؤلاء يكونوا والدي أو هؤلاء هم والدي. وفي الصورة الجميلة دي بيقول لك These are my friends. دول أصحابي. الولدين دول هم أصحابي. These are هؤلاء هم my friends. my friends يعني أصدقائي أصحابي. These are my friends. مرة كمان، These are my friends. هؤلاء هم أصحابي. يبقى هو قال لنا هنا على جده This is my grandpa. This is my grandpa. These are my parents. These are my parents. These are my friends. These are my friends. يبقى هنا بيفكرنا وبيقول لنا افتكروا أدوات الإشارة اللي هما this للمفرد، الحاجة الواحدة أو الشخص الواحد اللي بشاور عليه بيكون قريب مني في المكان ومعناها هذا،
وزيس، زيس يعني هؤلاء، لما بشاور على مجموعة حاجات أو مجموعة أشخاص هم قريبين مني في المكان برضه. وهنا تحت بيسألنا وبيقول لنا Do you want the teddy bear؟ Do you want؟ هل أنت تريد the teddy bear، الدبدوب، اللعبة، الدبدوب، الدمية؟ Do you want the teddy bear؟ مرة كمان Do you want the teddy bear؟ هل تريد الدبدوب، اللعبة، أو الدبدوب، الدمية، اللعبة، الدبة؟ البنوتة الجميلة دي بتجاوب وبتقول Yes، نعم، I want the teddy bear. Yes، I want the teddy bear. نعم، I want، أنا أريد the teddy bear، الدبدوب، اللعبة، أو الدبدوب، الدمية. Yes، نعم، I want the teddy bear. أنا أريد الدبدوب، اللعبة، أو الدبدوب، الدمية. Because ودي كلمة جديدة، because يعني لأن، because لأن، he makes me happy، he makes me يعني هو بيجعلني happy، happy يعني سعيد، because he makes me happy، لأنه بيجعلني سعيد، because he makes me happy، لأنه بيجعلني سعيد أو سعيدة. Yes، I want the teddy bear because he makes me happy. مرة كمان. Yes، I want the teddy bear because he makes me happy. يبقى لما هو سألها وقال لها Do you want the teddy bear؟ هل أنت تريدي الدبدوب، اللعبة؟ فهي أجابت وقالت Yes، I want the teddy bear because he makes me happy. ونتنقل للصفحة اللي بعد كده، خليكم معايا. وهنا بيورينا أصحابي في الصفحة دي شجرة العيلة، الأشخاص الموجودين في كل أسرة وفي كل عيلة. فهنا بيقول لنا Look، Unzer، Point، Asher، and say، say وقل. Look، Unzer، Point، Asher، and say، say ثم قل. وهنا طبعا مدينا الصور الخاصة بشجرة العيلة الجميلة بتاعتنا. فهنا عندنا في القمة بتاعت شجرة العيلة الجراند بيرنتس، جراند بيرنتس يعني الجد، الجد والجدة، جراند بيرنتس يعني الجد والجدة، وهم جراند با يعني الجد، وجراند ما يعني الجدة. اسمهم الاثنين مع بعض جراند بيرنتس. مرة كمان جراند بيرنتس اللي هم جراند با وجراند ما. تحت الجراند بيرنتس او الجدود والجدات في عندنا البيرنتس، البيرنتس اللي هم الاباء والامهات، بيرنتس الوالدين، بيرنتس يعني الاباء والامهات، الاب والام مع بعض اسمهم بيرنتس. مرة كمان بيرنتس، مرة كمان بيرنتس. طبعا هم دول الأولاد، جدنا وجدتنا هم بابا وماما، الآباء والأمهات. طبعا بابا وماما اللي هم البيرنتس أو الآباء والأمهات هم اللي خلفونا، اتجوزوا خلفونا. فتحت البيرنتس في شجرة العيلة في عندنا الchildren، children يعني الأطفال، children يعني الأطفال، وهي جمع child، child يعني طفل، children يعني الأطفال. مرة كمان children يعني الأطفال. وفي طبعا عندنا أولاد عمتنا وأولاد خالتنا وبنات عمتنا وبنات خالتنا، دول اسمهم cousin، cousin يعني أبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة، cousin يعني أبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة. مرة كمان cousin، cousin. وطبعا في مجموعة كلمات مهمة جدا ومجموعة expressions مهمة جدا عايزكم تحفظوهم كويس، علشان خاطر هما دول أهم الكلمات اللي احنا ممكن ناخدهم في الدرس ده اللي هو خاص بالفاميلي أو بالأسرة وشجرة العيلة بتاعتنا. فأول حاجة بيقول لنا morning، morning يعني الصباح، morning يعني الصباح، الصبح بدري ده اسمه morning. حتى لما بنقابل حد الصبح بدري المفروض ان احنا نقول له good morning يعني صباح الخير.
afternoon afternoon يعني بعد الظهر. afternoon يعني بعد الظهر، الحتة كده اللي بعد الساعة 12. afternoon يعني بعد الظهر. حتى لما بنقابل حد في الوقت ده بنقول له good afternoon good afternoon، يعني تحية بعد الظهر. evening evening يعني المساء، اللي هو ساعة المغربية كده بعد ما الشمس بتغرب بشوية. evening evening يعني حتى لما بنقابل حد في الوقت ده بنقول له good evening يعني مساء الخير. good evening يعني مساء الخير. night night يعني بالليل خالص بقى الساعة 10 مثلا، ده وقت الليل. night يعني وقت الليل، ولما نيجي ننام في وقت الليل ده بنقول لبعضينا good night good night يعني تصبح على خير. فده وقت النوم بتاع بالليل اللي هو الساعة 10 مثلا كده. وتحية الوقت ده لما بنيجي نخش ننام بنقول للبعض good night good night يعني تصبح على خير. في مجموعة كلمات هنا يا أصحابي. أول كلمة مهمة لازم نحفظها اللي هي family. family 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 يعني أسرة أو عائلة. grandparents 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 يعني الجد والجدة، اللي هم الجد والجدة مع بعض. grandma 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 يعني الجدة. grandpa 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 يعني الجد. cousins 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 يعني أبناء العم أو العمة أو الخال أو الخالة، أولاد عمتنا أولاد عمنا أولاد خالتنا أولاد خالنا، دول اسمهم cousins. cousins يعني أبناء العم والعمة أو الخال والخالة. parents 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 يعني الوالدين اللي هم بابا وماما، الاثنين مع بعض اسمهم parents. children 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 يعني الأطفال أو أطفال، يعني children يعني أطفال. friends 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 يعني أصدقاء. meet 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 يعني يقابل. want 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 يعني يريد. وhappy happy 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 يعني سعيد. good morning good morning good morning good morning يعني صباح الخير. good afternoon good afternoon good afternoon good afternoon يعني تحية بعد الظهر، اللي هي لما بقابل حد في وقت بعد الظهر ما بين الظهر والمغرب بقول له good afternoon. good evening good evening good evening good evening يعني مساء الخير. good night good night good night good night يعني تصبح على خير. come up come up come up come up يعني تشرق، يعني لما تيجي الشمس بتشرق بنقول عليها come up come up يعني تشرق. go down go down go down go down ده expression على بعضه برضو أو اصطلاح على بعضه، معناه يعني تغرب، الشمس بتغرب. لما بنيجي نتكلم عن الشمس بنقول عليها لما بتيجي تشرق، ممكن نقول عليها shining أو بتشرق، ممكن نقول عليها come up come up يعني تشرق، ولما تيجي تغرب بنقول عليها go down go down يعني بتغرب. sky 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 يعني سماء. sun 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 يعني شمس. moon 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 يعني قمر. وteddy bear teddy bear teddy bear teddy bear يعني دب دمية أو دب لعبة. وده كان درس النهاردة. الحمد لله احنا عندنا بقية الوحدة هنشرحها على أجزاء، علشان ما طولش عليكم أنا طالب منكم ان انتوا تحفظوا الكلمات دي وتخلوا بالكم منها كويس، وهننزل بباقي الدروس على طول بعد ده، فعايزكم تذاكروا على طول أول بأول وتحفظوا، وإن شاء الله تكونوا أشطر وأنجح الناس. وفي الختام أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى أن أنا أشوف 1000 واحد استفادوا من درس النهاردة أو 1000 لايك تحت الفيديو.
والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.